الموضة وبتواكبها بس على طريقتها. فوربس شيك. تزينت بعدد هائل من المجوهرات، وبيشوف البعض انه عدد المجوهرات اللي بترتديه احلام مبالغ فيه، لكن هيك عودتنا احلام. مش غلط الواحد يغير. وفي الحلقة قبل الأخيرة ارتدت بإيدها سوار يبلغ قيمته نحو 5 مليون دولار من مجوهرات جيرارد فاكجيان، وفي وقت سابق ارتدت ساعة رولكس الأغلى في العالم سعرها يبلغ نحو 49,000 دولار. وقلادة كارتييه الماركة المفضلة لديها لفتت الأنظار برأس النمر والشراشيب، مصنوعة من 18 قيراط من الذهب الأبيض والزمرد، وسعرها يبلغ 43,500 دولار. تسريحات شعرها منوعة ومكياجها كل مرة كان مختلف. اليوم الميك اب حبيبتي معصومة من البحرين، شعر طوني صوايا، ميك اب احمد الاسير، وطبعا الاشراف العام انا. احلام مولعة بالحقائب الغالية، فارتدت مرة حقيبة هيرمس بيركن الاغلى في العالم مصنوعة من جلد التمساح، وسعرها تراوح بين 80,000 و 100,000 دولار. ونالت حقيبة بيتيت مول اللي ارتدتها أحلام من دار لوي فيتون إعجاب الجميع، حتى حسن الشافعي حبها. ارتدت فستان من تصميم دوتشي إنجبانا تميز بلونه الأزرق وصورة البومة على الصدر، وهي من أكثر نقشات الموضة والأزياء رواجا لهذا العام، وشفناه من قبل على البريطانية كيرا نايتي. أحلام. وطلت بفستان من توم فورد شبيه كتير بإطلالة لبيونسي. الفستان مرصع بالخرز أجرت عليه بعض التعديلات ليصبح أكثر احتشاما. وما كان تعاونها مع توم فورد الأخير، فرجعت وارتدت فستان من تصميمه من آلاف قطع المرايا، فكيف ما تحركت لمعت اللبس توم فورد. واختارت من المصممين العرب نيكولا جبران لتتعاون معه في هالموسم، فارتدت له أكثر من تصميم. أيضا ارتدت أحلام زي إماراتي تقليدي تمازجت فيه ألوان مختلفة مع اللون الذهبي، عكس فعلا أناقة وأصالة الزي التراثي. وخلال حلولها ضيفة في أرب آيدل صعدت على المسرح بفستان لزهير مراد، الإطلالة الأجمل لها من حيث البساطة والتصميم. أحلام. شاهدون طائرة أحلام الخاصة عبر الشاشة، فماذا تقول عنها؟ هو أريح عن يعني في المطارات تحصل كثير تعب، وخصوصا لما يكون عندك أولاد صغار، فنفضل دائما نسافر أنا وزوجي كذا على الطيارة هذه. مثل ما عرفنا معلومة من الشيخ مبارك أنه هاي الطائرة كمان أسرع من الطائرة العادية، يعني يمكن أقل وقت بربع ساعة، من تاخذ الوقت حوالي من ربع ل 20 دقيقة أقل في السرعة عشان هي أخف. عاملي لك منيو خاص لك اليوم؟ والله طلبت منهم أنا اليوم باستا، بس الظاهر أنهم طنشوني. مين من زملائك الفنانين عنده طيارة خاصة بتعرفي؟ يمكن راشد. عندك غيرها الطيارة؟ لا، عندنا طيارة صغيرة بس مبارك اللي يسوقها. على فكرة مبارك يسوق كل أنواع اللي كل شيء يتحرك في الأرض يسوقها ما عدا القطار. عم تتحضر لسوق قطار؟ إن شاء الله عشان أسجل اسمي في جينيس بوك. شيخ مبارك من أيام كنت بسباق، خبرنا عنه وشو السباق اللي تم. كان صارت عندي عطل شوي تأخر ورجعت عوضت، ظلت ثانية واحدة بيني وبين اللي قدامي، كملت المركز الثاني ولسه يعني البطولة في أولها، وإن شاء الله يعني أتكلم عن بطولة المحلية يعني. بس تصور يعني السباق طويل يعني وفرق ثانية واحدة يعني. عربيا هتترأس شي منصب يخص سباق السيارات؟ لا، ما أنا ما أحب يعني المناصب، أحب الهواية نفسها وأحب أمارس الهواية. كان في حديث ماشي على التليفون، على اثنين تليفون القصد، شو كان عم بيصير؟ عم تتواصلي معهم بالكويت قبل وصولنا له هناك ان شاء الله؟ المفروض نعمل بروفات اليوم الساعة 4، احنا كنا في المطار بدري اليوم مثل ما شفت انت، بس عشان طياراتكم انتم تأخرتوا وعشان خاطر عيون روتانا طبعا تأخرنا شوي، وقلت للكابتن بنتأخر شوي، فطرنا الحين على الساعة 5 احنا طايرين، ف
المفروض بروفات تبتدي 4 في الكويت مثل ما احنا متفقين يعني، بس قال لي عبد الله انه الساعه 7 لازم نخلص بروفات. قلت له ما يصير لانه احنا اوريدي بنوصل متاخر، زائد انه الموسيقيين احنا يكلمني هاني فرحات الخط الثاني يقول احنا وصلنا الكويت الساعه 4 الى 10، يعني في كل الحالتين ما كان راح تضبط. هي حامل في شهرها السابع ولم تبتعد عن الاضواء ومستمره في السفر والحفلات، فما رايها في الموضوع؟ الحمل معيب، انا احس نفسي اني اكثر جاذبيه واكثر جمال لما اكون حامل. لما شمس بنت الامارات وبنت الخليج وبنت الوطن العربي، لاني اشبه اغلب بنات الوطن العربي في شموخ العربيه وفي عزتها وصبرها ومثابرتها. طفولتي كانت صعبه ومراهقتي كانت مسؤوليه، كنت ادرس وادرس. لما كنت اوقف على المرايا واغني احس اني طير يطير مع نسمات الليل ويرجع صدى صوتي، واسمع عن بعد اهات وصفقات واهازيج جمهور. الى ان جاء ذاك اليوم اللي سمعتهم يقولون فيه غنت وكأن ملكة تدمر حضرت. ما انسى دعاء امي لي وانا طالعه، الله يوفقك يا بنيتي. ابتسم لما اتخيل ضحكات اولادي وابكي لما إلا وبتعبر فيها عن حبها إله. أبي أشكر زوجي وحبيبي وصديقي مبارك الهاجري